بونسوار واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر شاشة تيلي لوميير ونورستات. نحن اليوم بحلقة جديدة من ابلود رح يكونوا عم بيشاركونا فيها جاد، انطوني وسالي. هاي كيفكن؟ نحن اليوم بالحلقة رح نكون عم نحكي على موضوع كتير مهم واعتقد بيهمنا كلنا وما في حدا ما بيواجهه لهيدا الموضوع. كرمال هيك قبل ما نبلش بدي اطلب منكم نطلع على الصورة اللي قدامنا حتى نشوف نكتشف شو الموضوع اللي رح نحكي فيه. شو شايفين فيها للصورة؟ على هيدا تابلو كتير مشهور، انا دائما متعلمه حتى بالاركتكتشر، ذا سكرين باي فان جوك. ما بعرف انتم شو شايفين فيه. انا برايي هيدا الصورة كتير مثل ما قال ما جاد كتير شايفينها نحن بالجامعة بالحياة حتى طبيعية، في كتير اخذوها بركي استعملوها بركي بالفاشن او يعني بالافلام او شيء كتير شفناها. بس انا بلاقي انه هيدي بتفرج الخوف بس بالايام اللي انرسمت فيها، يعني ايام فان جوغ يلي هي من زمان، يعني تقريبا انا شايفها كانه هو على باخره وبمي، كانه كثير هيك قويه. ونحن هلا بطلنا كثير نلاقي هالمشكله يعني او هيدا الخوف من هيدي السيتويشن، بس فينا نفهم يعني وقت رسمها شو فكر او ليه رسمها او انه هالخبريه كلها انه فينا نفهمها من وراء هالصوره. يمكن حتى اذا بدنا نركز شوي على الوجه بنلاحظ انه الخوف رايح على الاكستريم، يعني هي منها خيفانه بس شوي. انا صراحه من الطريقه اللي فهمتها فيها انه كانه خيفانه لدرجه انه حتى الامور اللي حدا بطلت مبينه هالقد واضحه عندها وعم تحسها مخربطه هي كمان. مزبوط، هي هيدي الصوره بتفرجي قديش الشخص اللي مرسوم فيها خايف. هو فان جوغ بس رسمها كان عم بيعبر هو شو كان حاسس بوقت اللحظة اللي رسم فيها الصورة. هي في قصة من وراها انه فان جوغ كان عم يمشي مع رفقاته بمحل معين وفجأة برم ما لقى بقى رفقاته، كانوا هن سبقوه. هو كان اوريدي كتير معبى ومعصب من مشاكله بالحياة، فحس حاله انه هو وحيد وما في حدا معه، كان كتير خايف. كرمال هيك رسمها لهيدي البينتينج اللي اسمها ذا سكريم. وبعتقد اكتشفنا عن شو نحن بدنا نحكي اليوم بالحلقة، رح يكون موضوعنا هو الخوف. بعتقد الخوف هو من اهم المشاعر يلي نحن بنحس فيها، وهو بيترجم على نحن كيف نتجاوب مع اي خطر بيكون بوجنا، اي شيء بينقذنا. فانتوا بحياتكم شو بتحسوا انه ممكن يخلينا نخاف؟ كيف بتحسوا بالخوف؟ يمكن الخوف هو شيء ما بنعرفه، انا برايي يعني حيالله شيء unknown بنخاف منه. ما بعرف انتو او يمكن شيء صاير معنا نحن وصغار تاثرنا فيه لدرجه انه ما بدنا اياه يرجع يصير معنا، او ما فينا يمكن نحط حالنا بذات السيتويشن اللي كنا فيها نحن وصغار وقتها صارت هالحادثه. عم فكر انا بالخوف، ما في هيدا الخوف يلي بركب خاف من شيء، بس يمكن الحدا يلي بيفكر كثير على طول بيكون عم بيروح هيك لمحل انه خايف من شو بده يصير معه اليوم، مثلا خايف انه هيدا النهار يقطع بلا ما يكون تعلم شيء، قطع يمكن خايف السمستر السنه كلها تقطع بلا ما يكون استفاد منها، بلا ما يكون تقدم خطوه بحياته. هو قلق بركي مثل ما قلت مش خوف بحد ذاته. يمكن انت انطوني ركزت على انه الواحد يخاف من بعدين، يخاف من شو ناطره، مش انه يخاف من اي سيتويشن عايش فيها هلا. مزبوط. وهلا فينا كمان نشوف انه اذا نحن عن جد عم نحس بالخوف او يمكن هو قصص صايره معنا من قبل، او مثل ما قالت سالي اكسبيرينس نحن عايشينها من قبل هي اللي بتولد الخوف فينا. شو برايكم؟ يعني اذا بدي امشي على الاكزامبل اللي كنت عم اقول لك اياه، انه مثلا بخاف من اليوم كله شو حيصير معي، بخاف من بكره. يمكن نحن لانه نحن وصغار بركي كلنا حتى مش بس البعض منا كان راسم مخطط له بعمر ال 21 سنه مثلا غير عن اللي عن جد صار. يعني انا بس كون عطلان هم بكره بكون عم فكر انه انا بس كان عمري 16 قلت يلا هيدا انه انا بدي يصير هيك، وصلت انا لعمر ال 21 بعدني يمكن ذات الشيء مثل ما كنت عمري 16، تقدمت شوي صغيره تراجعت شوي صغيره، هون ببلش الخوف اكثر انه معقول يرجع يقطع هدول الخمس سنين انا بلا ما اكون تعلمت شيء منهم. معك حق انطوني، بس بدنا نفكر دائما انه نحن لو قد ما قطعنا باشياء يمكن تخوفنا او هيك بنرجع بنوصل لمحل يعني
بيفيدنا بحياتنا. ومثل ما قلت انا يمكن الاكسبيريانس او السيتويشن اللي حطينا فيها من قبل وعشناها وخفنا منها، يمكن اذا رجعت صارت يمكن ما نرجع نخاف منها لانه نحن طلعنا منها. وانا كمان برايي انه هلا بحياتنا في الميديا كل شيء اخبار، كل شيء عم نسمعه اخبار ما حلوه، عم بتخلينا كمان نحن نحس بخوف من شيء يمكن ما بحياته يصير، بس عم بيخلقوا فينا هيدا الخوف اللي ما كان عنا اياه يمكن قبل، وقتها اقل السوشيال ميديا كان اقل ينشروا هالاخبار او ما بقى كل شيء اكسبوزد قدامنا. ايوه جهد، عندك شيء تعلق؟ انا بدي اقول انه الخوف كمان موضوع كثير كبير، يعني في يجي على كذا شكل الخوف. هلا اكيد يمكن بعدين محضركم اكتيفيتيز صغيره حتى اعرفكم اكثر على انواع الخوف. هلا نحن بنعرف بحياتنا انه في مرحلتين، اول مرحله هي البروسيس اللي نحن بنقطع فيه، واخر مرحله هي النتيجه اللي نحن بنوصل لها. هلا بدنا نشوف نحن كل واحد منا هو من اي فئه، باي فئه هو. اول شيء انتم من فئه اللي اشخاص اللي بيسالوا حالهم شو بعمل اذا انا سقطت، شو بعمل اذا انا ما نجحت بالشيء اللي عم بعمله، او انتم الاشخاص اللي بتفكر انه انا بدي اعمل كل شيء، بدي اعطي كل الافار يلي عندي حتى اوصل للنتيجه اللي بدي اياها. يعني نحن بنخاف من المراحل اللي بنقطع فيها او بنخاف من النتيجه؟ انا بعتقد انا شخصيا يمكن بخاف من النتيجه، بس دائما بكب حالي بالشغله، يعني حتى لو كنت خايف بجرب انسى الخوف، بجرب كب حالي واعمل الشغله. ودائما يعني الانسان هي ادابت، سو حتى لو حد كب حاله دغري بيتعود وبيوصل لنتيجه. يمكن حتى كمان مهم واحد يخاف شوي، لانه اذا كان خايف بصير يعمل افورت اكبر لا يوصل للنتيجه اللي بده اياها. مزبوط، هون عم نحكي يمكن عن الناحيه الايجابيه للخوف. يعني انتم من اي فئه؟ انا مثل جاد، بس انا اكثر يعني بالسيتويشن من ستارت بوينت اي لاوصل على بوينت بي، بخاف من هيدا بالنص اكثر من وقت اوصل على بوينت بي، لانه بالاخر انا هيدا الجول حطيته براسي وبدي اوصل له لو شو ما قطعت بحياتي. ما هيك بهالقطعه بخاف اوقات، بقول يمكن معقول افشل، يمكن ما اوصل، بس دائما هيدا البوان براسي وانه بضلني مركز عليه. ومثل ما قال كمان جاد انه انا هيدا الخوف او هال انه عم بعتها الهم فيه استعملها كموتيفاسيون، انه انا اعمل قد ما فيه، بركي اشتغل اكثر، ادرس اكثر، تابع اكثر بالصف، او انه هن اكزامبلات كثير بنشوفهم نحن بحياتنا من نحن وصغار لهلا، فينا نستعملهم نقلبها من خوف لمثل موتيفاسيون او شيء خلينا انه نعمل شغلنا احسن واكثر. خاصة إذا نحن كنا حابين عن جد الشيء اللي عم نعمله وعم نسعى من كل قلبنا تنوصل للهدف تبعنا. بركة أنا إذا بدي فكر ما بخاف وقت أوصل على الهدف، وما بخاف حتى من التعب يلي رح أتعبه أنا توصل على الهدف. بركة أكتر شغلة بقلق منها إنه العوامل يلي هي رح تكون مش بإيدي، أنا مني قادر سيطر عليها. هون الخوف المزبوط، لأنه إذا بدنا نرجع للأول هيدا شيء مجهول، أنا ما بعرف لإمتى حيدل، حيكبر الخوف شوي شوي فيها، بركة برجع بوصل على النتيجة وبطلعهم كلهم. يمكن يلي انتو حكيتوا عنه هو افضل طريقه تنعمل، انه نحن ما نخاف من النتيجه، نخاف من المراحل اللي نحن رح نقطع فيها، لانه هيدا الشيء بيولد فينا الخوف. ما بدي اقول ايجابي، بس انه عنده تاثيرات ايجابيه على حياتنا، انه بصير فينا نحن نعطي الماكسيموم اللي عنا اياه حتى نوصل للهدف اللي نحن حاطينه براسنا. واذا نحن مثلا يمكن كنا خايفين بحياتنا بكذا مرحله بنمرق فيها، في كذا مصدر ممكن يريحونا. مثلا انا بعتبر يمكن انه الصلاه هي ممكن تريحنا، ما بعرف اذا انتم بتوافقوني برايي او عندكم اشياء انه غير ممكن تريحكم اذا كنتوا خايفين. الصلاه اكيد هي من اكثر الاشياء اللي بتفيد، لانه مثل ما على طول بنقول بابلود، الصلاه هي هيدي الطاقه الايجابيه اللي نحن قد ايه نرتاح نحن وعم نطلع همنا لحدا بنعرف انه عم يسمعنا، ولحدا قادر يضل عم يسمعنا كل الليل وكل النهار وكل تكه بحياتنا عم يسمعنا فيها. بس اضافه للصلاه، انا بذات الوقت ما في ضل قاعد بقوطه وعم صلي او ضل قاعد بالكنيسه وعم صلي، كمان بدي اكون عم طلع الاشياء الانرجية اللي فيها، اكون عم طلعها باشياء بتفشل خلقي، باشياء عن جد تقدر تطلعني وتطلعني من الحاله اللي انا فيها. حتى يعني قد ما في اقعد مع عالم يمكن هن بيفهموني، اهلي، اخواتي، رفقاتي، يعني حلو كثير الصلاه وانه ترجعي لربك ولله وكل شيء، بس انه بذات الوقت جربوا قد ما فيكم هالبوزيتيفيتي اللي عم تاخذوها هيك تشاركوها وتنسوا هالخوف او هل دائما الاوفر ثينكينج اللي كمان حكى عنها انطوني، انه دائما بدي افكر انه شو معقول يصير هلا او بكره او بعد سنه او هيك.
انت شو بيريحك جد بس تكون خايف؟ انا صراحه ما في اني ما في شيء بيريحني. انا اللي بعمله عاده انه بواجه خوفي دائما، يعني شو ما كنت خايف منه بواجه الخوف ودائما بتخطي. يعني بعد ما صارت معي ولا مره انه واجهت الخوف ما قدرت اتخطي. يمكن كل اللي قلتوه نعمله كلنا بحياتنا، انه دائما بنجرب قد ما فينا نحكي مع غيرنا، نفضي نحن شو في بقلبنا حتى نرتاح. وهلا سالي رح تعلمنا لعبه نلعبها كلنا سوا لحتى شوي كمان نفوت اكثر بموضوع الخوف. اليوم هيدي اللعبه هي نوع من بوكال، ورح نسحب كل واحد منا ثلاث ورق فيهم اسئله تنصير نعرف اكثر بعض ونشارك شوي الخوف او اشياء قريبه على الخوف عنا اياها بحياتنا. أنتوني بلش. بسحب ثلاثة مع بعض ولا لا؟ بلش واحدة واحدة. How is it good or bad to be fearless؟ لا أكيد شيء عاطل لأنه أنا أكون إنسان ما بخاف. ليه عاطل؟ لأنه إذا أنا ما كنت بخاف من شيء رح كون عم روح على المخاطر كلها، على مخاطر منا مدروسة. كتير حلو أنا أخذ ريسك، أخذ الخطر تبعي، بس أنا كون عم بدرسه لأنه أنا خايف من الفشل. أما خايف من الخوف، إذا بتكون خايف من هيدا الشغلة، إذا ما خفت ما بفتكر رح أقدر أنجح بمحل ما. صح. بعد؟ إيه. بس بدك أقول السؤال قبل. أوكي. What are you most afraid of؟ صراحة لأنه ما في هيك شيء عن جد بخوفني. مثل ما قال جد بحب على طول واجه المصاعب بركة قبل ما تتحول لخوف. أكتر شغلة بعطل همها إنه كون عن جد تعبان كتير على شغلة معينة وما أقدر أعملها. يعني مثلاً كون أنا عم بتدرب أربعة أيام إكتاسيون، عم بتدرب كل يوم ثلاث أربع ساعات، وبعدين أجي بالكومبيتيشن مثلاً وكون عطلان هم أنا أعمل شيء غلط مع الحصان ويبطل قادر ينط عن الحاجز. هيدا أكتر شيء بتخوفني هلأ ريسنتلي لأنه درس قطعت هيدا المرحلة وهيك. بونس. أوكي. أنتوني تلعروا البونس يلي هي بتسأل حدا منا حيالها سؤال بيجي على رأسك. أوكي. قبل شوي جد قال شي هلأ كمان رجعت أنا عطته من وراء أنه ما في شي بيخوفك وعطول بتحب تواجه مخاوفك. تنعتبر هلأ مثلاً في مشكلة معينة جد جرب قد ما فيه يكون عم يقف قدامه، عم بجرب قد ما فيه يقطعه كمان بس ما قدرت. شو الخطوة يلي بتعملها من بعد ما أنت تكون عرفت أنه منك قادر تقطعه؟ إذا فشلت لأعمله بجرب مرة تانية. مثل ما سبق لنا بحلقة قبل كمان واحد لازم بيتعلم من فشله. يعني إذا فشلت أنا حأتعلم وين فشلت ولما عيدها مرة الجاي رح أعرف أوصل ساعتها لنتيجة مضبوطة. أوكي. لا دوري. أو رح أترك حالي للآخر. تاخذ البوكال؟ إيه آخذ. طلعت في بونس صغيرة؟ لا بس كان في بونس وحدة وطلعت له لأنطوني. اوكي. انا السؤال اللي طلع لي اللي جاوبنا عليه من قبل انه شو اكثر شيء بخليني احس حالي مرتاحه انا وخايفه، يمكن انه بصلي، لانه كذا مره صارت معي انه يكون باكسبيرينس كثير واجهت فيها خوف ويمكن شوي صليت ومش الحال، وكمان انه احكي مع حدا، مع اهلي يمكن او مع رفقاتي المقربين لإلي. عندك شيء فوبيا؟ ايه بخاف كثير من الاسانسير، ما بحب ابدا الاسانسير لانه سبق وانا وصغيره كثير علقانه فيه، فخلص ما بقى اطلع اسانسير. هي فوبيا بكل معنى الكلمه، يعني اذا اضطريتي حتى ما بتكون عم تطلعي؟ ايه اذا يعني اذا كان معي يمكن كثير عالم وكان اسانسير كبير وبتاكد ما بتنقطع الكهرباء بطلع فيه. يعني هي المساحه الصغيره والعتمه يعني وقت يطفوا الكهرباء. نعم. ايه بس حس حالي انه خلص ما بقى عم نمشي، في حيطان كثير خلص. صحيح مع قلة الضوء، قلة الأكسجين، قلة الأمور. هيدا على فكرة في كتير عالم عندهم إياها، يعني بعرف كتير عالم كمان. كلاستروفوبيا بتصير أكثر من. مزبوط كلاستروفوبيا. وهيدا آخر سؤال هو إنه إذا بحب أحضر هورر موفيز كتير. I enjoy watching. No. بس the ironic part إنه يلي بيحبوا يحضروا هورر موفيز بيحبوا يخوفوا حالهم. أنا هيدي ماما أبداً ما بحب خوف حالي، بس بالعكس يعني. The fact لو عم تحضر الشيء بخوف ما أنت رح تخاف بالآخر إنه. بصير إنه بحط براسي إنه هيدا كاتشب ما بيأثر، هيدا كاتشب عم يستعمله فبيمشي الحال. بخصوص هيدا السؤال، برأيكم أنتم من لازم نشجع الأولاد الصغار يحضروا هورر موفيز مثل ما بيقولوا بيقوى شخصيتهم أو بيصيروا شافوها خلاص ما بقى بيخافوا منها، ولا لا بالعكس ما لازم؟ إذا في غاية أو في مساج معين من وراء هيدا الموفي كتير حلو نكون عم نحضره للأولاد، تنحن عم نفرجيهم الواقع من بعدها نكون عم نفرجيهم المساج المضبوط.
بس اذا موفي انا عم بحضره ببلش كله رعب بيخلص رعب بذات الطريقه ما في المساج يلي رح يقدر حتى الولد ما حيكون عم يفهمه ما حيكون عم يعمل شيء الا يخاف وما ينام بقى بالليل وكل خمس دقائق يفوت يوعى اهله يقول لهم انه انا ما عم بقدر نام عم شوف هيك عم شوف هيك بالعكس يمكن لازم تنحضر اكثر اذا ما كان في مساج من ورا دورك جاي انا يلا اول ورقه Who do you know that is fearless? If who do I know that is fearless? يعني مين تعرف خيي خيي صراحة عن جد ما في شيء بخوف ولا خيي ودائما بروح مثلي كمان بروح بواجه كل شيء وأنا حتى يمكن شوي بتعلم منه هذا الشيء بس حب بعد عندك سؤالين لا ما ترجع تحط كلمة سؤالي طيب ما بأسئلة بترجع ما بجاوب عليها why do you think we شو هيدا؟ هلا تنخطي حلو. ليه برأيك الإنسان بخاف؟ إنه شو اللي بخليه يخاف؟ ليه الإنسان بخاف؟ مثل ما قلت قبل شوي إنه الإنسان بخاف لأنه في شيء ما بيعرفه أو مثلا في شيء عم يتخيله يمكن يسبب له أذى جسدي وفي كتير يعني في كتير كيسز ليش واحد بخاف بس يمكن أكتر شيء المجهول والأذى جسدي طبعا صار بخاف يفز محل عالي لأنه ممكن ينأذى هيك هلا حتى برا Who do you know that is fearless؟ هي قلتها بشوي What are you afraid of failing at؟ بخاف ما أنجح بحياتي يعني هيدي عنديها هيك خوف دائما يمكن هذا الشيء بيعطيني موتيفيشن إنه دائما أشتغل زيادة على حالي خلاص هلا بدنا نشوف سالي هلا هلا انا حطيتهم بس ما بتذكر نشوف شو بخاف شوف في كثير اشياء بس اكثر شيء لانه اكثر شيء معقول تصير بحياتنا هو شوف نوع من شو بيسموهم سبايدرز او ارينيه الكبار هول ومش من زمان اكتشفت انه عندي هذا الخوف انا شفت وحده كثير كبيره قدامي وما بقى قدرت يعني ما اتمسك يعني فهلا اكثر شيء بخاف شوفه قدامي هو هذا النوع من الحشره حتى لو ما كانوا قرب مني حتى لو شو ما كان هلا هن شكلهم مش كثير يعني هيخرج انه الواحد يطلع عليهم مثل ما قلت بتصير هيك بس في عالم بيربون باتس كمان ما بدنا نعرف ما بيهمنا اوكي اي شو هي اكثر فوبيا بلاقيها غريبه يمكن في اثنين وحده انا عندي اياها وبس ما رح احكي عنها رح احكي عن بس عندنا صار الحشريه نعرفها بدنا نعرف ما فيك تعملي هيك لا ما في ما رح احكي عنها طيب بس رح احكي عن وحده ثانيه كمان بلاقيها كثير غريبه اللي هي الخوف من الدجاج لا من الدجاجه من ورا صار معه حادثه هو صغير و كثير تأثر منها يعني نحن وتخبرنا الخبريه كنا ضحكنا وهو يعني هي منا مسحه له يعني عن جد بخاف من الدجاج يعني اذا بيشوف دجاج مثل ما انا بعمل اذا شفت ما بياكل دجاج لا بياكل بس هو ما بده يشوفها عايشه وهيك وعم بتقرب عليه او عم بعمل سيناريو بس دجاجات عليه يمكن هيك شيء قريب يعني صار معه حادثه مع دجاجه ويمكن اكثر شيء بلاقيها غريبه غريبه اوكي وثالث سؤال شو خايفه اخسر؟ اكثر شيء بحس بخاف اخسر هو حدا من عائلتي القريبه كلنا بتصور عنا اياه هذا الخوف يعني بالاخر هن من نحن وصغار حدنا ولا لهلا بعدهم حدنا وكثير كثير بشع الشعور وبفهم صحيح. كل شخص خسر حدا وقد ايه قد ايه شيء بيزعل وهيدا هلا بنكتشف من هيدا اللعبه انه في عنا الفوبيا رح نحكي عنها بعدين مع جاد اكتيفيتي محضر لنا اياها وفي كذا شغله مرقت كنا عم نحكي عنهم من قبل هن انه بس نحن نخاف بنحس حالنا انه عنا مثل الموتيفاسيون انه نعطي اكثر نشتغل اكثر حتى نوصل للهدف تبعنا هون بنكتشف شو هي الناحيه الايجابيه من الخوف ويمكن في قصص غير انه يعطينا موتيفاسيون شو بتلاقوا انه الخوف في عنده تاثيرات ايجابيه على حياتنا ليك الخوف هو يعني علميا هو انفعال طبيعي للانسان ليخليه يتخطى المصاعب سو هذا شيء منيح يعني انه يكون عندنا خوف تخيل مثلا ما عندنا خوف اذا حدا ما عنده خوف ممكن يصير بينأذى ممكن مثلا يفوت يفز من محل عالي ويأذي حاله دونك الخوف كثير مهم
بلكي بصير كمان يدرس خياراته اكثر يعني اذا هيك بدنا نقوله، لانه اذا ما كان بخاف مثل ما قلت قبل شوي اخر همه بيعمل كل شيء، ما في شيء ما في شيء عن جد يكون عم بخافه، بس اذا درس المواضيع وعن جد حللها وشاف شو ابعادها وشو معقول يصير معه ورجع عمله، هذا اكثر شيء بوزيتيف بيقدر يكون عم ياخده. انا برايي وانه الدراسات بتفرج هذا الشيء، انه كل انسان عنده هالخوف وتيصير مثلا قدام شيء معين بخليه او يهرب او يحارب، يعني fight or flight ما بعرف اذا بتعرفوها. فانا بلاقي هذا الشيء كثير حلو بالانسان، انه دغري اول رياكشن تبعك انه تهرب او تواجه المشكله. فانا بلاقي لو ما في هذا الشيء كان واحد مثل ما قال جاد او انتوني خلص انه كثير كان عادي لإله اذا وهيدا، وهيدا شيء كثير 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 مشكله كبيره، لانه في ناس بتحسون ما بيخافوا. وعن جد ما بعرف بكره اذا شي يوم نحطه بموقف شو رح تكون الرياكشن تبعهم، اذا كيف رح يحلوها يعني هالمشكله. يمكن انا لكفي اللي قاله انتوني، انه الخوف اوقات ممكن هو انه يساعد الشخص على انه يضله عايش، او مثلا يخلص حياه حدا. لانه تنعطي مثل انه اذا حدا كثير بحب السرعه وكثير بحب يسوق بسرعه وبخاف انه مثلا هو يموت او سوري يؤذي حاله او يؤذي غيره، فهون بينتبه الشخص بيصير بيسوق على مهله. من وراء هيدا الشغله الخوف بخلي الشخص انه ينتبه ويجرب قد ما في ما يؤذي غيره، فهيدا الشيء له تاثير كثير ايجابي الخوف على الانسان. وثاني شغله كمان انا بلاقيها شيء ايجابي للخوف، هو انه مثلا نحن وصغار بس كنا نخاف من الاساس او نخاف من اهلنا يعيطوا علينا، فهيدا الشيء بخلي نحن نعيش حياه منظمه وما كثير نطلع عن القوانين يلي هي محطوطه قدامنا، لانه يمكن بنخاف من العقاب او من اي شيء ثاني. طيب ونرجع نضل نحن بعمر صغير بعمر الادوليسانس، شو يمكن اكثر شيء بخلي الادوليسان يخافوا بحياتهم؟ انا برايي التغيير، لانه بتلاقي اكثر شيء في عنا قرارات وديسيجنز وتشويسز بدنا ناخذهم بهذا العمر بيجي. يعني انتوا بطلتوا صغار اهلكم هيك وراكم عملي وعملي وعملي، لا انت صرت بعمر خلص، يعني صحيح بعدك بالمدرسه وبعدك ببيت اهلك وكل شيء، بس انه عندك هال انه مثلا وين بدنا نظهر او مين مفروض اتقرب من مين، بركي شو بحب شو ما بحب، شو بحب البس، شو بحب احضر، شو بحب اتسمع، شو بيفكروا. ايه بس عندك هالاويرنس على حالك انه انت عم تكبري، عم يعني نوع من النضوج كمان، صح انه جسمك عم بيتغير كله عم بيتغير حياتك عم تتغير. فانا بلاقي اكثر شيء ناس بتخاف من هالمرحله، بتفكر انه هي يمكن ما رح تقدر ما بعرف تكون مثل رفقاتها، ما رح تقدر توصل لمثل ما بتشوف على التي في او مثل ما او مثل اهلها مثلا، او هيدا اكثر شيء بحس بهالعمر بخافوا. كمان بيكون في امور بس يطلعوا على المجتمع ما هن ما بيعرفوها، بس سامعين عنا اهلهم معلمينهم عنا، هن هلا صار الوقت يكونوا عم يتصرفوا. بس بفتكر يعني انا كنت كثير خاف كون عم واجه اشخاص يلي اذا بدكم اهلي كانوا انا وصغيري حذروني من الافعال يلي هن بيعملوها. عندي كان على طول هيدا الخوف انه انا اتلاقى فيهم، شو الشيء المعقول اتصرفه انا اذا صار هيك، او شو الشيء المعقول اعمله اذا انا كنت قاعد موجود مع عالم وعملوا هيك. اكثر شغله كانت بتخوفني، بس بعدين يمكن لانه كانت تخوفني، يعني مش كل شيء ممنوع مرغوب، بس لانه كانت تخوفني صرت اذا يعني صارت يمكن كم شغله مره قدامي، بالعكس لانه خايف ولانه بعرف انه لوين عم بجروا حالهم هدول الاشخاص، لوين رايحين هدول الاشخاص، الخوف تبعي خلاني اقدر سيطر عنه وقطع عنه كانه شيء مش موجود، وهلا بعدني بلاه ومرتاح كمان. طيب هي بدك تقول شيء جاد، عندك تعليق؟ ايه انا كنت بقول انه كمان بيخافوا من المستقبل، لانه هن هيدي مرحله انتقاليه من تشايلدهود للادلتهود، سو ممكن هذا كمان خوف انه انا بكره كيف حصير، كيف شو راح اعمل بحياتي. اكيد هي مزبوط، الدراسات اثبتت انه من عمر التسعة للخمستاشر سنه الاولاد بيكونوا عم يقطعوا بمرحلتين خوف. اول مرحله هي من 9 ل 12 سنه بيكونوا خايفين يمكن من علاماتهم بالمدرسه، من فحوصاتهم، ممكن يخافوا من الرعد والبرق بالعواصف، وبيخافوا كمان من شكلهم الخارجي اللي حكيت عنه سالي. بيرجع فيه بال 14 ل 15 سنه، هون ببلشوا يفكروا باللي قلت عنه جاد، ببلشوا يفكروا انه هن بعدين شو بدهم يصيروا، القرارات اللي بدهم ياخذوها بعدين انه كيف رح تاثر على حياتهم. انه كمان اكيد بخافوا من شكلهم الخارجي كيف بيكون، والمدرسه اكيد بعدها خوف بهيدا العمر. طب وكيف فينا نساعدهم يتخطوا هول المخاوف بحياتهم؟ بركي اذا بنوعيهم على شو هن المخاوف،
كيف بيقدروا يتحدوها او يواجهوها، شو لازم يعملوا اذا واجهتوا بهيك موقف؟ ما بعرف انتوا شو رايكم؟ انا كمان بوافقك دقيق، وكمان لازم قد ما فيهم الاهل يكونوا حدون او القرايب عنهم او انه او هن كمان يكونوا قراب على الله ويكونوا دائما عندهم حدا مش لحالهم هن بالاخر، يعني في حدا عم بيسمع لهم، في حدا فيهم يحكوا له وما رح ولا يعملوا لهم جادجمنت ولا يزعجهم او شيء. فانا برايي كمان يكون عندهم دائما الانتوراج المنيح، مثل ما قال كمان أنتوني إنه ما يروحوا على الأشياء اللي معقولة تكون جذبتهم لأنه منعون عليها، بالعكس هيدا منعون لأنه شيء ما منيح أبداً، ولازم قد ما فيهم يكونوا بعاد عنه. حس كمان لازم نكون عم نعلمهم كيف يقدروا يستخرجوا من الخوف تبعهم القوة على أساس هني يكونوا عم بحربوا كل مخاوفهم. نحنا كمان فينا اللي قال عنه أنتوني الخوف اللي حكي عنه إنه سوري جاد إنه كيف نحضر للمستقبل تبعنا، هون يمكن حلو إنه يكون في مثلاً بالمدارس أو العيال اللي يجربوا يجيبوا حدا يعمل أورينتيشن للتلاميذ، يوعيهم على مثلاً شو دومينات الشغل بلبنان المتوفرة، شو الجامعات، شو الاختصاصات، حتى ما بقى يكون عندهم هيدا الخوف إنه من بعدين ما بقى يعرفوا شو بدهم يعملوا. نحن كتير حكينا عن المخاوف اللي كلنا بنعرفها وكلنا عنا الخوف لها، بس في كمان مخاوف يمكن شوي بتضحك او مش سامعين عنها من قبل، مثل شو انه حدا منكم سامع او حدا بيعرف عنده هيك خوف مش سامعين عنه من قبل؟ انا مره حضرت دوكيومنتير على التلفزيون عم بيحكوا عن هالموضوع، خصيصا في وحده مره بتخاف من الفرنشايز، كثير غريب انا كثير حسيت كثير ضحكت عليها، يعني البطاطا بتشوف البطاطا مقليه بتخاف منها، هيدا كان كثير غريب يعني. وقالوا ليه؟ قدروا يعرفوا ليه؟ هي هيك ما بعرف، لا ما هيك بتخاف منهم. لان انا كنت عم بحضر كمان على التي في شيء عم بيقولوا انه في بنت انه هي من عمرنا تقريبا بتخاف من كل شيء فواكه او خضره نيه، واكثر شيء الموز الفريز الاشياء ريحتهم عاده انه بتشهي يعني. كمان بتعرفوا ليه طلع عندها هذا الخوف؟ قدروا يعرفوا انه هي وصغيره عملت عمليه، والاولاد وقت يعملوا عمليه بيحطوا لهم بنج بتكون ريحته بنانا ستروبريز باينابل، انه هاي الريحه كرمال عاده، فهي عملت لها لينك مع العمليه وحرام بتكون انوجعت بهيدا، من وقتها ما بتقرب ولا بتشم ولا بتاكل سلاد ولا شيء. في كمان خبريه مثلها، في مغنيه فرنسيه اسمها لوان، هي كمان اكثر شيء اذا بدكم العالم استغربت فيها من وراء كثير تصريحات قالت انه هي عندها الخوف من الموز بانانوفوبيا، فكانت كل العالم عم تسال انه معقول لحدا يكون عنده هيك شيء؟ وعرفوا شيء ليش طلع عندها هيدا الخوف؟ لا بس هلا انا صار عندها الحشية اعرف اذا عاملها عملية هي وصغيرة وشم ما ريحتهم. لأنه هني عرفوا كيف، لأنه غير يعني شي اثنين أو ثلاثة غيرها قدروا يلاقوها عندها ذات المخاوف، وسألوها ليه معقولة، ولقيوا إنه ثلاثتهم أو أربعتهم عندهم ذات البسيء إنه عملوا عملية وحطوا لهم هيدا النوع من البنج. غريب. في كمان أنا قريت إنه ممكن يخافوا من الإشارات تبع السير الضوء الأحمر. في كتير اشخاص هيك حسب انه بخافوا منه او بخافوا من البرد. وكمان في البطيخ، مش بس في كل فاكهه معينه البطيخ. في كتير فوبياز غريبه بالعالم، او حتى في منهم بخافوا من الشعر، يمكن انه اذا شافوا شعر على الارض او حدا عنده دقن او مشاهدينا هلا رح ننتقل على ميوزك فيديو ونرجع بعدين بنكفي حلقتنا. Old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life. Your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. You are the one.
our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Song today. هلا في اكتيفيتي جاد محضر لنا اياها هي عن الفوبيا. هلا الفوبيا اذا تفوتوا بتعملوا ريسيرش على الانترنت في الاف الفوبيا. في كل شيء ممكن تتخيلوه عنده فوبيا. فانا طلعت التوب 6 فوبياز ولخبركم عنهم هلا. اول فوبيا اسمها اكروفوبيا. حدا منكم بيعرف شو معناتها؟ اكروفوبيا سبايدرز. لا العلو. مظبوط الهايت. ما انا ما سامعه فيه. في كثير عالم يعني عندهم خوف شديد من العلو. هلا كنا بنخاف من العلو بس في عالم عندهم اياها يعني بس عندهم رهبه بس يشوفوا شيء عالي. ثاني فوبيا هي كثير مشهوره هي ايروفوبيا. حدا منكم بيعرف شو معناتها؟ من الطياره. في كثير عالم بخافوا من الطيران. حتى انا في رفيقي كمان مرة سافرنا كان أول مرة بيسافر وكل الوقت بالطيارة قاعد هيك ومش قادر يتحرك كان قد ما كان خايف. بس حلو كمان هنا بفتكر هي كمان داخلة شوي بالعلو. بس في أشخاص بيخافوا من الطيارة بيقولوا إنه معقول جبل طاير وهيك. بس كنت عم بقرا هيديك المرة هيك تيودنا عملت مع أرقام دقيقة إنه في أقله كل يوم 23,000 حادث عم بيصير بالولايات المتحدة حادث سيارة. بالمقابل ما عم نشوف اكثر من 5 إلى 7 أو 8 حوادث طيران بالسنه. مزبوط. يعني اذا بدنا نعمل كومباريزون بيناتهم انا وبسيارتي علي خطر اكثر بكثير من انا وبالطياره. طيب ثالث فوبيا هي اجروفوبيا. ما عم بعرف شو اقول لكم. اجروفوبيا اجروفوبيا هي الخوف من الببليك سبيسز. في كثير عالم مثلا بتخاف تروح على محل في كثير عالم في كثير ضجه. شو رايكم هالشيء؟ مزبوط. انا رفيقتي ما كثير بتحب تروح على كونسرت او تحضر سينما لانه بتحس حالها انه خلص بتضايق كثير ما بتحس حالها مرتاحه.
أنا ما كنت سامع فيها إنه أنا بعرف يمكن اللي بيخافوا من يعملوا سبيتش قدام عالم كتيرة أو يكونوا بمحل ضيق مع عالم كتيرة، بس ما كنت عارفة إنه في ناس عندهم فوبيا على إنه يكونوا موجودين بمحل فيه عالم كتير. أوكي هلأ الكلوستروفوبيا يلي عندها إياها نحكينا عنها بشوي اللي هي عكس الأجروفوبيا هي الخوف من أماكن الضيقة اللي أنت عندك إياها كمان. اوكي هيدي انت لازم تعرفيها اراكنوفوبيا تبع السبايدرز خوف من السبايدرز وهيدروفوبيا المي في ناس بتخاف من المي يعني ما بعرف انا كيف بيشربوا مي كيف بيشربوا كيف بيتحمموا كثير غريبه هالفوبيا بس ابيرنتلي كثير موجوده هلا بعتقد يمكن بيخافوا من البحر او من السباحه اكثر من يشربوا مي يعني كل مره بروح على البحر وبسبح وعادي وبسبح كثير منيح بس ارجع على البيت بصير فكر انه بركي لو صار في توربيون مثلا بالبحر شو كنت عملت اذا كنت انا بنص البحر مثلا شو رح اعمل اذا صار هيك هيك عن جد كل مره بكون على البحر بس ارجع بعمل هيك شيء سو بركي الاهم ما تعملها قبل ما تروح على البحر لا ما فكر ابدا اذا بدي افكر بدل ما بقى ما هي بدلت بالبيت طيب واخر فوبيا هي اكزينوفوبيا سامع انا كمان سامع فيها اكزينوفوبيا هي الخوف من سترينجرز من الغريب في كتير عالم عندهم خوف من غريب حتى عم نشوفها هلا بمجتمعنا كمان خصوصا مع النزوح السكاني الكبير عم بيصير بتشوفوا كتير على التي في في عالم معقول انه احنا ما بدنا الغرباء يجوا لعنا اتسترا سو هيدي كمان اتس فوبيا وهو ان شاء الله تكونوا تعلمتوا اشياء جديده هلا بنختم الحلقه مع مقال من الانجيل بده يشرح لنا عنه انطوني مزبوط الآية من الإنجيل اللي رح نقولها هي الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح يعني مثل ما بدنا مثل ما كنا عم نحكي نحن هيدا الصلاة نلاقي فيها الطاقة الكتير إيجابية نحن بنية عم نصلي لله كرمال الله يكون عم يسمعنا والله بس عطانا بس خلقنا بس كوننا عطانا هيدا الشيء بالروح عنا إنه نحن مش بس يكون عنا روح الفشل بالعكس أنا كون هيدا الفشل مثل ما قلت ناخد منه القوة بالقوة أنا أكون عم حب غيري أكون عم ساعد غيري ما أفشل قدام شيء لأنه طالما عندي الله عن جد ما أقول في شيء صعب علي كل شيء قادر عم بعمله بس بذات الوقت أكيد ما أكون أنا عم أقول خلص أنا قاعد ببيتي وعم صلي أكيد كل شيء رح ينحل لا أنا أكون عم بعمل كل شيء عم صدق إنه أنا اللي رح أعمله منيح وساعتها أنا أكون عم صلي عن جد كرمال الله يستجيب لدعواتي حلو يعني الصلاة هي أول خطوة فينا نعملها حتى نتغلب على الخوف بس في كذا شغلة فينا نعملها غير فينا هيك إذا فينا بسرعة نقول شو هن حتى نقدر نخبر عنهم للمشاهدين يعملوا اكتيفيتيات بحبون يكونوا عم يعملوا سبور يروحوا على الجيم ما يخلوا اذا عندهم كتير وقت فراغ هيك قاعدين ما عم يعملوا شيء بلاكس يكونوا عم بيطلعوا الانرجي اللي فيهم يتعرفوا على عالم مثل ما قالت صالية هيك حيكونوا عن جد عم يقدروا يواجهوا كل شيء مش بس حتى مخاوفهم بركل المشاكل الصغيره اللي هي موجوده جواتهم غير كل شيء قلناه انا بقول لازم الشخص اللي بيخاف من حيلا سيتياسيون او سايره شيء معه يعرف ليه خايف منها مثل ما انا عرفنا ليه هي خايفه من البنان او الفريز لانه ثلاث ارباع الخوف اللي نحن بنواجهه مثلا نخاف من نخسر حدا لانه بنكون بنحبه لهذا الشخص او نخاف مثلا من الموت لانه نحن بنحب الحياه يعني نشوف نحن ليه بنخاف ونجرب نقوي هالثاني سايد انه نحن مثلا بنحب الحياه بنقدر قد ما فينا ننبسط بالحياه نعمل اشياء بنحبها صح انا برايي ها احلى نصيحه فينا نعطيها يعني يعني بالنهايه الصراحه ما في شيء بخوف كل شيء يعني عن جد هو يعني عن جد ما في شيء بخوف اذا بنسقف حالنا عن هالشيء بنشوف كيف شو هو ونواجهه اكيد اهم شيء وخلص يعني ما تخافوا من شيء وبهون بنوصل لختام حلقتنا لليوم ما تنسوا تتابعونا بكره بنفس الدوام وما تنسوا كمان تتابعونا على السوشيال ميديا ابلود ديلي شو تويتر انستغرام وفيسبوك باي